قال الام ديالو بان راه كيتبعوه واحد جوج عيالات كيبقاو كيشوفوا في حدا المدرسه، وبعد المرات كيتبعوه حتى لهنايا للدرب. الاب ديالو قال لك حبسوا الولد من القرايه ما يبقاش يمشي للمدرسه، راه بالي ما هانيش. العيالات ديال الخمار وكيما مغطينش على وجههم، على ما كيقولوا هما ما مغطينش على الوجوه ديالهم، زعما النقاب ديالهم هي الخمار عادي هكا ديرها وصافي. عندنا الطفل بحال الاطفال كيمشي يقرا عادي، يعني بالنسبه لهذه القضيه ديال الزهري يعني انا ما عمري ما اكتشفتها فيه ولا عرفتها فيه. كيمشي للجامع يصلي بوحده ويعاود يجي، حتى واحد ما عمره قاسو ولا ما عمره قرب ليه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم سفيان، العم ديال الطفل عدنان السعدي اللي اختفى هو والام ديالو، الاسم ديالها أمينة، ساكنة بمرجان 3 مدينة مكناس، اللي اختفى في واحد الظروف اللي هي غامضة، اللي كنا عايشين عيشة مزيانة كيف ما كيعيشوا الناس، الحمد لله واكلين شاربين ما عندناش وما خصناش اللهم لك الحمد، حتى تبين ان الولد مريض كتديه للطبيب ديال محمد الخميس اللي كاين بمدينة مكناس. كان عنده شوية ضعف في النبض ديال القلب وكان عنده شي الميكروب في النبوله، يعني كتديه كتكونترولي مع الطبيب ديال محمد الخامس، منين كتديه تكونترولي وكتعاود تجيبو يعني عادي. اي ام كتمشي مع الولد ديالها كيشوفو الطبيب كتعاود ترجعو. نعس واحد النهار في الطبيب صافي، نعس غير ليله وحده ولا عاوتاني جابتو صافي. حتى لواحد النهار كيجي الاخ ديالي وهي كيقولوا الوالده بان واحد الدري جا هو بعد الولد. قال الام ديالو بان راه كيتبعوه واحد جوج عيالات كيبقاو كيشوفوا في حدا المدرسه، وبعد المرات كيتبعوه حتى لهنايا للدرب. واحد النهار عاوتاني الام ديالو قالت بانها شافتهم هنايا في الدرب واقفين صافي. من تمايا ضغط ليه هادشي، كان نهار الثلاث قالها لنا، الاربع الخميس قالت لك غنديه الكونترولي له في الطبيب، راه الطبيب قال لي جيبيه باش غنعطيه شي دواء، وعاود عاوتاني ديه يعني بقى يستعمل داك الدواء على وعسى يتشافى شويه. بالنسبه للام قالت لك هي على ما القول ديالها كتقول لك شافتهم، بقاو كيشوفوا فيه في المدرسه، ووصلوا حتى لهنا. واحد النهار لقاتهم واقفين هنا في الدرب، واقفين هنايا في الدرب. قالت نجات قالت لك راه لقيتهم حتى هنايا في الدرب، ها كيفاش ها كيفاش صافي. الاب ديالو قالك حبسوا الولد من القرايه ما يبقاش يمشي للمدرسه، راه بالي ما هانيش. يعني هو كيمشي كيخدم في السويقه كيبيع وكيشري، وبالو مع ولده، واخا هي كتديه للمدرسه وكتجيبه من المدرسه ما مهنيش من جهته صافي. حبسوه ديك اثنين والثلاث الاربع، قالت لنا حنا الخميس داتو للطبيب باش تشوف شنو عنده صافي. منين خرجت مع 10:30 ديال الصباح دازت عند الاب ديالو السويقه، قالت له بلي راه غادي يمشي للطبيب، هضر هو معها، هضر مع ولده، دور مع ولده على ما كيقول هو صافي. من تما مشات للطبيب مع 10:30 ديال الصباح ولا 11 الضرب صافي. هذاك هو ما عودناش شناه. العيالات ديال الخمار وكيما مغطينش على وجههم، على ما كيقولوا هما ما مغطينش على الوجوه ديالهم، زعما النقاب ديالهم هي الخمار عادي هكا ديرها وصافي. حس بشي حاجة، ولكن باش غتمشي ديكلاري ولا غتمشي عند الشرطة ما عندكش دليل زعما باش تقولهم بأن هاد العيالات ولا هاد العيالات. مازال ما تأكدش واش دوك العيالات كيديو ولادهم غير الولد هزها من راسو وقالها، مازال ما شافش حالة اختطاف هنايا. زعما الحي راه من 97 حنا ساكنين فيه، ما عمر وقعت شي حاجة شي اختطاف ديال شي ولد ولا شي حاجة بحال هاكا، أول مرة كنسمعوها. ما وصلتش باش أنها تهضر معاهم. هادشي كنقولك أنا ما فراسناش، يعني قالتو لنا نهار الثلاث الاربع الخميس وقع اللي وقع، يعني ما قالتها لناش حتى حنا مثلا اللي غنتابعوهم ولا غنمشيو مثلا هي تديه للمدرسه ونتبعوها حنا من اللور ولا صافي. بقات شاده عندها وعند الاب ديالو حتى قالها الوالده صافي. قالت له غدا ان شاء الله غادي نديه للطبيب باش يكونتروليه صافي. ما عاودتش رجعت، خرجت في الصباح الاب مشى يخدم، هي عاوتاني جلست هنا كما قلت لك حتى 10:30 ولا 11 الضرب. تبعتو للسويقه هضرات معاه، دور مع ولدو قالت له انا غادي للطبيب، قال لها صافي سيري. وصلت ديك 2:30 ولا 3 جات الوالده كانت كتقرا في المسجد محاربه الاميه، جات من المسجد قالت لك واش مازال مرت خوك ما جاتش، قلنا لها مازال. بقينا كنتسنى واحد شويه قالت لك صافي اجي نتغداو حنا حتى تجي هي وتغدا بوحدها. منين تغدينا عاوتاني طلعت عندو للسويقه قالت له راه المراه ديالك مازال ما جاتش، شنو شنو.
قال لها ربما تكون دازت عند اختها، حيت كاين واحد اختها هنا نيت في مكناس، كاين خواتها هنا في مكناس، ربما تكون دازت عند شي اختها ولا هذا. قلنا صافي راه تكون دازت عند اختها. صافي منين طاح الظلام وما بقاتش كتجاوب، كان صوني في التليفون كاين كتجاوبش، واتساب مسدود. صافي التجأوا يمشيو لمحمد الخامس، من يمشيو لمحمد الخامس قلبوا في المستعجلات، طلعوا للبلاصه فين كان ناعس. صافي ما لقاو حتى شي حاجه ولا جاوب حالهم، لا ما وصلوش. ومني كتقول لهم زعما هكا شي كاميرا ولا شي حاجه، كيقول لك خاص الشرطه تدخل عاد باش نعطيوك حنا التسجيل باش تشوف. صافي بقات هكاك، ولاو جاو الصباح طلع النهار، مشينا للكوميساريه بغينا نمشيو ديك الساعه. الناس كيقولوا لنا بان رخصها تدوز 24 ساعه، يعني باش نعرفوا هاد البنت واش مشات عند امها ولا عند اختها ولا. المهم حنا واخا سمعنا هكاك، الصباح طلع النهار مشينا للكوميساريه ديال توارقه المقاطعه الدائره 12، ديكلارينا هزونا صيفطونا لابيجي اللي كاينه في المنصور، عاوتاني كملوا معانا تمايا. صافي قالوا لنا سيروا بحالكم، الا بانت شي حاجه راه غنتواصلوا معاكم. بعض المرات كيصوني وما كي مور داك النهار، يعني كان صوني في التليفون بعض المرات مع 4 الصباح، حيت منين اختفى الولد راه ما بقى لا نعاس ولا. صافي كان صوني في 4 الصباح في 12 الليل، بعض المرات كنلقاه حال، بعض المرات مسدود. ونهار الحد مع 7 ديال العشية كان اونلاين الواتساب، ملي كنتصلو في الواتساب كيقول لك يجرى مكالمة أخرى، يعني راك تتواصل بجهة أخرى. بسبب المشاكل حتى ديك المشاكل حتى ديك النقاشات اللي كتكون في البيوت الزوجية، يعني مع داركم مع عائلتكم، خلال ديك المدة ما كانت حتى شي حاجة اللي غتخليها يعني تستنفر وتمشي ما كاين حتى شي حاجة، يعني عادية. هضرت مع الوالدة الصباح قالت لها راه كتعطلتي سيري باش ما ي... يعني النوبة راه كاينة في الطبيب وداك الشيء، سيري راه كتعطلتي شنو وشنو. قالت لها لا خالتي راه هادرة مع الطبيب، راه غنوصل غيعطيني الدواء وغنعاود نرجع. عندنا الطفل بحال الاطفال كيمشي يقرا عادي، يعني بالنسبه لهاد القضيه ديال زهري يعني انا ما عمري ما اكتشفتها فيه ولا عرفتها فيه حتى، ولاو كيقولوا دابا بانه زهري من العينين ديالو. كيمشي يقرا كيجي عادي، يعني الطفل ديال المده ديال 9 سنين، داك النهار كان عنده نهار 10 في الشهر كان عنده عيد ميلاد ديال 9 سنين، يعني 9 سنين ما عمر شي واحد قرب ليه، ما عمر شي واحد شاف فيه. ولد كيطلع ذكي بزاف، كيطلع حتى للسويقه يعني كيتسخر، يعني حنا بعاد على السويقه، يعني حنا بعاد على السويقه، كيطلع حتى للسويقه كيتسخر وكيجي، كيمشي للحانوت كيتسخر وكيجي، كيمشي للجامع يصلي بوحدو ويعاود يجي، حتى واحد ما عمرو قاصو ولا ما عمرو قرب ليه من عينيه، العينين ديالو بحال شويه زهريين وزور. لا الاب ديالو كان عارفه من هادي شحال زهري، يعني ماشي حتى اختفى عاد. حنا ربطنا ديك القضيه ديال زهري مع دوك العيالات اللي كيكونوا متابعين، وزدنا كملنا بالجي بي اس، ملي كنديروا جي بي اس يعني الروشيرشي وعلى النمره، كيعطيونا بانها كاينه في واحد البلاصه ما بين مراكش واكادير. صافي كان روشيرشي عليه تما هي ديك البلاصه، كيقولوا لنا بان راه كاينين غير سواسه، وكيزيدوا الناس يصونيو علينا اللي في قلعه سراغنا وريكا وديك النواحي، كيقول لك بان راه كاين تما واحد السهريج كيهبطوا ليه سواسه. وصافي ارتبطت الاحداث ببعضها، واستنتجنا ان تم اختطاف ديال هذا الولد هو والام ديالو. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.